في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني لغات وحوارات خاصة. وفي كل حلقة نستضيف نخبة النخبة من أبناء هذا الوطن. وضيف حلقتنا لهذا اليوم فارس المفرسان التغيير الأنس النضال القواسمة. بداية عرفينا وعرف أستاذة المشاهدين بنبذة بسيطة عن شخصك الكريم. بالبداية بحب أرحب فيكم بقناة جوسات الفضائية. أهلا وسهلا فيكم في مدينة إربد بنادي أنتي للسيدات. بالبداية بعرفك على شخصي، أنا نضال قواسمة، خريجة تربية رياضية. لأين جاءت هذه الفكرة؟ بالبداية كنا خريجات رياضة صديقات مع بعضنا، فكرنا في تأسيس أو عمل شيء للمرأة الأردنية في مدينة إربد بالأخص يعني، فإجتنا فكرة تأسيس نادي للسيدات واللياقة البدنية في إربد، فكانت هاي أول خطوة لنا. متى تأسس هذا النادي؟ تأسس نادي أنتي للسيدات في مدينة إربد عام 2003. ما هي أبرز الخدمات التي تقدميها؟ الخدمات اللي نقدمها هون بنادي أنتي للسيدات هي تمارين الأيروبيك بشكل عام، راح تكون هي موجودة عندنا. في عندنا الساونا، في عندنا برنامج تكسير الدهون الأندرومولوجي، هو يعني غير يعني هلا حاليا صار يعرف تكسير الدهون ايش هو، فاحنا كنا من اوائل الناس اللي قدمنا هذا الشيء لمدينه اربد وتعرفوا عليه صبايا اربد. هلا في عندك اشياء كثيره، في عندنا رقصات الزومبا موجود عندنا، في عندك التمارين الرقص الشرقي موجود عندنا كمان. هاي الاشياء. ما الذي يميزكم عن القطاعات الاخرى؟ يمكن الشيء اللي بيميزنا هلا ببداية تأسيسنا، احنا كنا من اوائل النوادي بمدينة اربد اللي ترخصوا من اتحاد الطب الرياضي بالمملكة، فكنا احنا يمكن اول ناس حصلنا على هذا الاشي بوقت انه ما كان في اثناءها وجود نوادي للسيدات مختصة فقط للسيدات غير مختلطة، لانه كانت اكترية النوادي بمدينة اربد او بالمملكة بشكل عام لما بتتأسس كانت مختلطة، فاحنا كنا اول نادي بمدينة اربد مختص فقط للسيدات. ما هي ابرز المشاكل والمعوقات التي واجهت هذه النادي؟ المعوقات التي واجهتنا بالبدايه هي مشكله انه الترخيص، الحصول على ترخيص لتاسيس نادي، فكثير كثير كانت هاي مشكله بالنسبه لنا، فالحمد لله احنا تعديناها بصعوبه، لانه كانت كونها فكره انك تعملي نادي للسيدات خاص في مدينه اربد كان كثير فكره غريبه على المجتمع، بدناش نحكي بالمملكه، بدنا نحكي بمدينه اربد بشكل خاص، لانها بتعرف انه مدينه اربد هي عدد سكانها كان محدود، احنا بنحكي بسنه 2003، كانت شي الفكره كثير كثير رائده في مدينه اربد انه يكون في نادي خاص للسيدات. هلا في مرحله انه احنا ببدايه تاسيس النادي واجهنا مشكلة، انه كانت في كثير كثير من السيدات في مدينة اربد او الانسات كمان حتى الصبايا كانوا كثير كثير عندهم فكرة انه يخجلوا يجوا يلعبوا رياضة او تيجي تحكي لك انه انا بدي العب لياقة، فكان حتى من جهة انه الاهل كانوا يعارضوا هذا الاشي، بنات ما كان في خريجات كثير بالنسبة لمدينة اربد رياضة. كما تعلمين ان الاردن تنعم بنعمة الامن والامان، فما رأيك بهذه النعمة؟ الحمد لله انها نعمه الامن والامان موجوده عندنا في البلد، فانا بحب اشكر الاجهزه الامنيه القائمه على هذا الشيء، عم بيقدموا لنا كل الامن اللي احنا بنحتاجه ببلدنا. الحمد لله هذا الشيء حاليا صرنا عم نشعر فيه اكثر، كونه احنا بمنطقه حوالينا زي ما تحكي انه المنطقه كلها مشتعله، الحمد لله احنا بالنسبه لنا بلدنا واحة الامن والامان دائما وستبقى هكذا ان شاء الله. لو حالفك الحظ والتقيت بصاحب الجلاله، ماذا تودي ان تقولي له؟ جلاله الملك بحب اوجه له رساله شكر وحب وتقدير على نعمه الامن والامان اللي احنا عايشينها بالبلد تحت ظل راي الهاشميه والعائله الهاشميه. بحبه كثير جلاله الملك، بحب احكي له اني بحبك كثير. الله يديمك فوق روسنا دائما. اعزائي المشاهدين نستكمل مع الكوتش آية بكار. اول شيء مساء الخير. مساء الورد حبيبتي، هلا. عرفي استاذه المشاهدين بشخصك الكريم، وما هي الوظيفه التي تقومين بها؟
أول إشي بحب أرحب فيكم. تاني شيء أنا اسمي آية بكار، كوتش آية بكار، خريجة تربية رياضية من اليرموك بامتياز. الحمد لله أنا بنت بحب أكون دايما بروفيشنال بالتخصص اللي أنا عم بدرسه، فحبيت دايما أطور حالي وأكون كوتش ملمة بكل أنواع الرياضة. وهلأ أنا مبلشة مع جم أنتي ككوتش عندهم كجميع الرياضات. عرفينا وعرفي على الساده المشاهدين على طبيعه عملك. هلا انا طبيعه عملي ككوتش بمركز انتي بقدم خدمات كثير، منها اللياقه البدنيه الكامله للجسم، حصص الايروبيك، حصص البلاتس، زومبا، رقص شرقي، تمارين على الجيمبول، الستيب، دامبل. عنا باكثر من شغله ممكن انه نستفيد من جسم المراه حتى تحافظ على لياقته وتنحت جسمها مثل ما هي بدها وتريده وتشده. هلا احنا رواد النادي عنا من جميع الفئات العمريه، عنا صغار بيجوا لدورات كيك بوكسينج، عنا الاكبر عمر بيجوا لياخذوا دورات الباليه، ودورات عنا جمباز مناطي، في الاكبر عمر بيجي عنا من عمر 5 سنوات لعمر 70 سنة ممكن انه يوصل هاي الاعمار تيجي لعنا. كل ناس لها حصص مختلفة والعاب مختلفة حتى انا ادربها عليها، وهي شو بتريد. ممكن يكون عنا كمان حصص لعلاجية للعظام، الام المفاصل، الغضاريف، مساجات علاج طبيعي، حتى نجهز المرأة حتى ايش ما بتحتاج احنا بنخدمها هنا كل خدمات هي بتريدها. كما يرتاد النادي أيضا من عدة جنسيات موجودين بالأردن المغتربين، عندنا جنسيات ماليزية وصينية وعندنا خلاجة، كلهم بيجوا لهون لأنه عندنا خدمات، جميع خدمات اللي بتحتاجها المشتركة بأي نادي رياضي ممكن إنها تحتاجها موجودة عندنا. ومن تفاعلنا مع المجتمع تم انخراطنا مع مدارس، نبعث لهم ندربهم مدربات ونبعث لهم إياهم كمدربات باليه، جمباز، راقصات زومبا، ايروبيك، مصممين رقصات للاطفال، كلهم ممكن ندربهم عندنا ونبعثهم للمدارس. وفي نهايه حلقتنا نود ان نشكر الانسه نضال القواسمه والكوتش آية بكار وحسن استقبالهم واستضافه لفريق البرنامج، والى اللقاء في حلقه جديده.